خمس خلص في حالك. عندك الزك سؤال عيسى. كما كتشوفوا في هذا الحضر المباشر يعني سلطات محليه من الامن الوطني والقوات المساعده يعني وقائدة الملحقة في الدكارات يعني الكل كيفاض على المواطنين انهم يلتزموا البيوت ديالهم. يعني كيف ما كتشوفوا مشاهدينا احنا مازالين في جولة ليلية مع مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني. يعني كنحيوا كل أجهزة السلطة على هذه المهام اللي كيقوموا به. يعني دائما كنشكر كل المواطنين مازالين في المنازل ديالهم، حنا دائما كنقابلوا لكم كل حاجة كبيرة وكل صغيرة. يعني والحمد لله بدينا كنشوفوا عدد قل ديال المواطنين اللي مازال ما التزموا البيوت ديالهم. اسمحوا لي ما كنقراش التعاليق لان التعاليق كاينه بزاف. حنا الغايه ديالنا هي اننا من خلال هذا لي لايف اننا الناس يزيدوا يشوفوهم ويعرفوا على ان كاين رجال العناصر ديال الوقايه المدنيه والامن الوطني والسلطات المحليه انها من هذه اللحظة حنا كنتواجدوا بلابطة ديال الدكارات أثناء الحملات اللي كتقوم بها كل المصالح الأمنية والسلطات المحلية مشكورة. بالنسبة للناس اللي كيطلبونا أننا نجيو الأحياء كل حي إلا وفيه نفس العملية ديال المداومة. اي واحد مازال في الزنقه في هذه اللحظه لو كتدخل العناصر باش التوجيه ديالو باش يدخل المنزل ديالو. كذلك ما نساوش تحيه لكل الرجال ديال النظافه لكل السلطات كل اي واحد اللي كينخاط معنا في هذه العمليه باش نكونوا كاملين ناجحين فيها على الجهد ديالهم. كل المواطنين والمواطنات اللي التزموا بجميع القرارات واضعين حجر صحي عائلي منزلي في المنزل ديالهم مشكورين.
تشوف السلطات تحدثوا مع واحد الشاب باش يدخل المنزل ديالو، لان جا الوقت فين نجندو كاملين نكونوا يد واحده باش كما تنقولوا دائما باش نتغلبوا على هذا الفيروس ونخاطوا كاملين ونجحوا في هذه العمليه. الو هاني كلشي مزيان؟ الله يحفظك. والله الا مزيان الحمد لله. احنا مع السلطه خارجين مع البوليس خدامين عندكم تما. نحن مازالين مصممين مشاهدينا مع كل السلطات الأمنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية وأعوان السلطة وفعاليات المجتمع المدني، يعني باش لكل إغادة الشارع ويلتزموا بالمنازل ديالهم ويوضعوا الحجر الصحي. Thank you.